بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام الأعزاء في كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة المرسلات. اليوم هنصحح مع حضراتكم من الآية 41 للآية 44، فيلا بينا نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا. الأربع أربع أربع مدود عندي، أربع حركات. كلوا تاني. كلوا واشربوا هنيئا. يا أساتذة يا أساتذة، ده مد عندي هنا، همد أربع حركات. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم. دول مين المتقين دول؟ اللهم اجعلنا منهم. إذا الواحد مر بآيات بتبشر بالجنة بتتكلم عن المتقين يسأل الله من فضله، إذا مر بآيات فيها عذاب وتعذيب ليه المشركين والمعاندين يستعذ بالله. تمام. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين. زي ما الآيات السابقة تكلمت عن أحوال المعاندين والجاحدين وأهل الشرك وأهل الكفر، أحوالهم الصعبة جدا في جهنم، جاءت الآيات بقى اللي تبشر أهل التقوى. ما هو الجزاء يوم الفصل اللي هو يوم الإيه؟ القيامة. يوم القيامة، يوم الفصل يوم القيامة، لأن الله يفصل فيه بين الخلائق، دول أهل طاعة فيبقوا أهل جنة، دول أهل معاصي فهيكونوا أهل كفران وجحود أهل نار، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة، اللهم أمين أجمعين كلنا. فده يوم فصل، حاسين المعنى؟ طب يلا آدم بقى عشان أنت بدأت تدخل في النوم فأنا ألحقك. صح صح معايا. آه لقيتك بقى كده، يلا. إن المتقين. إن المتقين في ظلال وعيون. ده ما بقول لك أنت دخلت في النوم. الظاء هنا ضاء ضاء ظلال. هي ضاء ولا زاي؟ ضاء. دي ضاء. ظلال دي حاجة تانية، كلمة تانية. ظلال ده عربي جديد. ظلال. ظلال وعيون. 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 وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا. اتنين وربع. انا لسه كنت ايديا بقى ايه، هتكمل السنه الجايه لازم في ساعتها. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ما عجبنيش هنا هنيئا. بصلي، هنيئا بما هنيئا
ماشي. هنا ده التنوين، هنا ده من احكام النون الساكنه والتنوين. كلوا، اذا جه وراها، اسمعني اسمعني يا شيخ ادم يا جميل، احنا عندي المفروض هنا في ايه؟ تنوين هنيئا. بس انا جاي وراها به، من احكام النون الساكنه والتنوين، اذا جه وراها به بيحصل ايه؟ بنقلبها ميم. اما تبقى ميم وراها به، هيبقى حكمها ان انا اراها هنيئا، مش ام. يلا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. في اخفاء عندك. كنتم تعملون. ان، باخد نفس. خد يا حبيبي معلش. إنا كذلك نجزي المحسنين. عايزك بس لما ترجع في البيت تتدرب على القلقلة كويس قوي، وانت بيعجبني فيك ان عندك بتحاول، وده شيء جميل يخلي الانسان يوصل، ولو حتى بعد فترة يوصل للحاجة اللي عايزها. شروق. إن المتقين في. يا شروق. تاء دي ولا طاء؟ اللي في المصحف قدامكم تاء ولا طاء؟ تاء. هم اسمهم المتقين ولا اسمهم المتقين؟ المتقين. الشروق متقين ولا متقين؟ متقين. ايوه. ان المتقين في ظلال وعيون. 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 ايوه. وفواكه. لا 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 لا، وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا. واشربوا. واشربوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إن كذلك. إن كذلك. في عندك مد طبيعي. إن كذلك نجزي المحسنين. أحسنت. يلا يا حنين. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون. أحسنت. يلا يا عبد الله عشان إحنا الوقت. وفواكه. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين.